من صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن وزارة الداخلية بمملكة البحرين فازت ومن خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بالمركز الثاني عربيا في مؤشر المعلوماتية ضمن جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، والتي تم الإعلان عن نتائج دورتها 23 في دولة الكويت الشقيقة، وذلك بعد تقييم 1400 حساب على مستوى الدول العربية.